الكل يشهد بأن المشي هي الرياضة القديمة، أول رياضة بدأ يمارسها الإنسان، هو التنقل من مكان إلى مكان عن طريق المشي. فحين ما كانش وسائل النقل، فكان الإنسان دائما يعتمد على طريقة المشي، وكانت هي الرياضة المفضلة آنذاك. لكن مع الأسف الشديد الآن كما كثروا وسائل التنقل والناس بدأت تتحرك، يعني في السيارات والقطارات إلى غير ذلك، فهذا الظاهرة ديال المشي يعني قلات بزاف. وين كنلاحظوا أن الناس ما بقاش كتمشى بزاف، كون أنها عندها معدات وعندها وسائل النقل اللي كتسهل عليها المأمورية، وهذا طبعا كيجعل أن الجسد تيفقد القوة ديالو، وتتوقف على الأنشطة البدنية. وكان بما أن هذا الموضوع غادي نخصصوه على المشي، لأنني أنا كان من هواة ديال المشي، وكيعجبني نتمشى يعني. وهذه الرياضة كانت عندي ومازال هي المفضلة على جميع الرياضات، بالإضافة إلى ألعاب القوى، يعني العدو الريفي مثلا اللي فيه يعني عوض المشي كيكون الجري. ولكني أنا كنفضل رياضة المشي. علاش؟ لأنها كتخدم الجسم ببطء، يعني بطريقة بطيئة، ماشي بحال الجري تيخدم الجسد بطريقة بسرعة، يعني كيجعل أن الدورة الدموية تدور بسرعة، والجسد يخدم يعني مباشرة بلا ما تعطيه الوقت باش يسخن وباش يستعد. فإلا دخلتي واحد الحلبة ديال مثلا باش تجري ديال السباق العدو الريفي، فخصك تكون مصاب يعني قبل ما تحط رجليك في الحلبة، تكون يعني متهيئ مسخون، داير واحد الدورات خفيفة باش يعني العروق توقف وتحس براسك انك مستعد للسباق. بينما المشي فهو مباشرة، لان اذا شديتي خصوصا تكون واحد المسافة طويلة بزاف، لأن ما حد كتمشى في واحد المسافة طويلة والجسم كيسخن وكي يعني كيزيد يستعد وكيتنشط باش يعني تكمل الحركة الدورة الدموية، وزعما يعني تكون الجسد يكون كياخد التوازن ديالو بواحد الطريقة بطيئة شوية بشوية. فهذا الرياضة المشي كذلك من بين الممتيازات اللي فيها أنها بسيطة وسهلة، يعني ما كتتكلفش معدات ولا مهارة خاصة، ولا يعني ولا تدير عليها شي دراسة لا والو، غير تلبس الهدوم ديالك الخاصة بالرياضة وتخرج يعني للطبيعة وتشد واحد المسافة وتبقى غادي إلى حتى توصل للجهد ديالك. فهاد المسافة فهاد الرياضة ما عندهاش كل واحد مسافة محدودة، يمكن لك تاخدها يعني تاخد، لأن على حسب الرياضة فأطول المسافة غتكون هي ديك 42 يعني كيلومتر. ولكن طبعا ماشي الكل غادي يقدر يعني يحقق هذه المسافة، لأن خص تكون تاني عندك استعداد بدني، يعني تكون مستعد لهذه المسافة. المهم هو أنك في الوقت اللي كتكون غادي تتمشى تحس براسك مرتاح، يعني ما تكونش مرهق، ما تكونش حاس بالعياء. في الوقت اللي كتحس بالعياء صافي خصك توقف، معناه ان الجهد ديالك في المشي سالا، ما بقاش عنده يعني ما تقدرش تزيد تجاوز الطاقة اللي عندك. لذلك ان المسافة هي متعلقة على الجهود ديالك وعلى يعني اليقظة البدنية اللي عندك.
هذا مهم جدا، يعني خص تاخذ يعني بعين الاعتبار ان مشيت ملي تخرج من الدار تقول غادي ندير 10 كيلومتر ولا غندير 16 ولا 20 ولا 30، ما تعطيش يعني ما تعطيش المقياس للمسافة، انك تدخل الحلبة وتكون خصوصا لو كنت بوحدك فما عندكش علاش غادي يعني غادي ما غاديش تتصارع مع الناس وما غاديش تحاول دير السباق التنافسي ما بين الناس، فغان تكون انت بوحدك غادي انت مرتاح وما حدك كتطول في المسافة والجسم كيخدم يعني وكينشط بشوية بشوية، وهذا مهم يعني جد في الخصوص انك من بعد ما كتولي تحس بالعياء بالارهاق وحسيتي بضيق وبخنق في التنفس، فاحسن حاجه هي انك يعني توقف وتشوف لك شي مكان ترتاح فيه شويه. ممارسة هذا الرياضي يعني ما عندهاش شي مكان معين ولا وقت معين، يعني ماشي ضروري انك تحدد الوقت، يعني في الوقت الفارغ اللي عندك سواء الصباح او في العشية او حتى في المنتصف الليل اذا كان اذا قدرتي تخرج، وكذلك في الاماكن ماشي غير في الحدائق، يمكن في الحدائق مثلا في الاسواق او في الطرقات العامة في الشواطئ في البحر في الغابات، يعني في اي مكان يجوز انك تمارس هذه الرياضة، يعني باش انا قلت في الاول انها هي اسهل الرياضة، مش ضروري تكون في الملعب خاص ولا يعني اي مكان مناسب لك انت وقريب لك انت يعني تستطيع تمارس فيه هذه الرياضة. فالرياضة كنعرفو كذلك انها عندها فوائد كثيرة، عندها فوائد كثيرة، يعني المشي هو افضل دواء للانسان، كيشهد به جميع الناس الأطباء وكل الاختصاصيين في أمراض الجسم كيعتبروا بأن الرياضة هي أفضل دواء، يعني هي بحال الوقاية، بحال الوقاية كتحافظ على الجسد، يعني فكرة المشي هي ضرورية جدا، يعني يعني تحاول أنك تمارسها ولو نصف ساعة يوميا، لأن فيها فوائد كثيرة بالخصوص على الناس الكبار اللي مثلا يغلبهم المشي، يعني ما يقدروش يبقوا مدة طويلة وهم واقفين، فإذا كانوا تيتمشاو مزيان ولو غير ماشي ضروري يكون كيتمشاو بسرعة، يعني يتمشاو على حسب الإمكانيات ديالهم ببطء بشوية بشوية، ويحاولوا يتنقلوا من مكان لمكان باش يستافدوا حتى من الجو ومن يعني من الهواء اللي كيستنشقوه، تيكون خصوصا إذا كان في الطبيعة يكون بعيد على التلوث ديال اللي في المدينة وعلى يعني وعلى الدخان وعلى كل الأشياء اللي كتصدر في المدينة. أحسن حاجة هي الطبيعة، الطبيعة تشد طريق في الطبيعة في الغابة ولا قريب الواد، بحال دابا هذا المكان اللي أنا كنمشي له دائما هو طريق غادي مع الواد، مع واد يعني أطول مسافة ديال طريق المشي هي هذه، يعني عندها شحال نقول أكثر من 12 ولا 14 كيلومتر، ولكن مازال تقدر توصل حتى ال 100 وزيادة كيلومتر، غير أنا كنتكلمك على المنطقة اللي أنا عايش فيها، يعني باش يعني ماشي نبقى غير غادي على الله حتى نلقى راسي يعني بعد كتير، لأن عاوتاني خصك تفكر في الرجوع، راه خصك ذهاب وإياب، إلا مشيتي خصك عاوتاني ترجع بنفس الطريقة يعني ديال المشي، لذلك حاول يعني ملي تخرج باش تتمشى ضرب الحساب بأن في الرجوع خصك دير نفس المسافة، لذلك باش ما يكونش هناك عاوتاني إرهاق في النفس، ما يكونش تعب في الجسد، لأن الفائدة هي أنك فقط تحس بالجسد أنه سخن والعروق ديالك يعني سخنوا حتى هما، و
الدورة الدموية يعني لا تتمشى كالعادة، مش ضروري أنك ترهق النفس ديالك، ويعني إلا إذا مثلا ولفتي تمرنتي وحسيتي براسك بأنك غدا تقدر تزيد واحد أمتار أخرى زيدها، ما كان يحتاج شي مشكل، غير هو تكون متأكد أنك دير الرجوع، يعني يكون عندك ذهاب وإياب في نفس المستوى. فكما قلت يعني في العصر الحاضر ديالنا تنشوفوا بأن الناس يعني قلت من ممارسة هذا المشي، كما قلت بأن لأسباب التواصل، يعني التنقل بالسيارات بالدراجات، يعني كتجعل الإنسان يشعر بواحد النوع من الكسل، فما تبقاش عنده ديك النشوة ديال باش يبقى غادي يتمشى، لأن دايما عنده فكرة ديال التسرع ديال السرعة، خصو يوصل دغيا، خصو يقضي الشغل ديالو دغيا، حتى لو بغى يخرج غير يشري مثلا ربطة النعناع ولا الخبز تيخصو يشد السيارة ويمشي للحانوت، وهذا يعني إفراط في الأنشطة ديال الجسد، يعني الجسد خصو يتحرك وخصو يعني يكون دائما مستعد لعدة الأشياء، يكون باش يعني تلقى راسك دائما نشيط في الحركات ديالك في كل ما كتقوم به يوميا. فأثناء المشي تتحرك جميع عضلات الجسم ابتداء من عضلات القدمين إلى وصول عضلات الذراعين، وكذلك كتزيد من تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم. هذه من بين الفوائد ديال المشي.